بنفس الطريقة سنقوم بإضافة فيديو أي أوديو. لذلك سنقوم بالضغط على فيديو ثم نضغط على كري أنيتام ثم ريسورس ثم فيديو أوديو. نستطيع أن نقوم بإضافة أوديو أم بي 3 أو فيديو أم بي 4 باختيار أي نوع من الفيديو أو الأوديو الذي نريد إضافته. بما أنني اخترت هنا فيديو سأقوم بالضغط على فيديو أم بي 4. هنا نستطيع تسميته فيديو 10A مثلا. ثم نضغط على Importي. نبحث على هذا الفيديو في حاسوبنا ثم نضغط على أبري نختاره ثم نضغط على أبري. بنفس الطريقة نستطيع تصغيره بعد إضافته. هنا نستطيع إضافته في المحتوى. نضغط على مثلا في المحور الأول في كثيرا كونتوني انتروديكسيون نضغط على روسوس ثم جليسي ديبوزي. بنفس الطريقة نسحبه إلى مكانه الخاص. بنفس الطريقة سأضيف أوديو. أضغط على إيشي أوديو على توسي أوديو ثم كري أنيتام ثم روسوس ثم فيديو أوديو وأختار أوديو أم بي 3 أسميه ثم أضغط كري ثم أضغط على إمبورتي وأقوم باختيار الأوديو الذي أريد إضافته ثم سأقوم بإضافة هذا الأوديو في المحتوى. أضغط على ريسورس ثم جليسي ديبوزي. أقوم بالضغط على أوريجيستري ثم أبارسي لرؤية كيف تظهر هذه الفيديوهات التي قمت بإضافتها ثم أختار إنترودكسيون. الطريقة الثانية بنفس الطريقة التي قمنا بها إضافة الصور هو أننا نختار الأوديو أو الفيديو ثم نقوم بسحبه جليسي ديبوزي في مكانه الخاص بهذه الطريقة ثم نقوم بتصغيره ثم إضافته في المحتوى في مكانه المناسب.